قرنبيط، القرنبيط المقلي المقرمش لذيذ جدا وسهل خالص ويعني خطير. تاكلي قرنبيط بقى ايه، ربنا يسهل يعني. هنعمل قرنبيط. بصي يا ستي، احنا معانا قرنبيطه، بتجيبيها وتنضفيها بقى كويس كده وتقطعيها ونشطفها كده تحت الحنفيه، وفي ميه بتغلي فيها ملح وكمون، يعني ما تزوديش الكمون قوي علشان ما يغمقش القرنبيط، تمام؟ يعني نص معلقه صغيره كده. وهنسلق القرنبيط، ما تسيبيهوش بقى يتسلق بقى كتير، لا يعني هو 6 دقائق 7 دقائق وتطلعيه على طول من الميه ايه اللي كانت بتغلي قوي، تمام؟ وعندك حاجه بقى من الاثنين، يا اما نوقف السلق بتاعه على طول بان احنا نحطه في طبق فيه ميه بتلج او ميه ساقعه جدا زي ما بنعمل في معظم الخضار، وده يبقى ظريف لو انت ناويه لسه ايه تعمليه كمان شويه، تمام؟ بدل ما تفضلي سايباه لغايه ما يبرد وهو عمال لسه ايه سخن فيطرق قوي معاكي، اوكي؟ يا اما تعملي كده يا اما تشتغلي بيه بقى بيه على طول، نعمل الخلطه ونجهزه فورا، تمام؟ فانا معايا القرنبيط خلاص اتسلق وتمام ومسلوق ايه نص السلقه دي، مش مسلوق قوي ومهري، تمام؟ التتبيله بقى اللي احنا هنحطه فيها عباره عن كوبايه دقيق عليها ربع كوبايه نشا، تمام؟ كوبايه دقيق عليها ربع كوبايه نشا، ملح وفلفل اسود، معلقه صغيره من الكمون، معلقه صغيره من الكزبره الناشفه، معايا فصين بس من الثوم المفروم، رشه شطه، معايا بقى كزبره خضراء يعني مثلا هنقول ربطه مغسوله كويس طبعا ومتقطعه متخرطه، معايا كمان معلقه صغيره من البيكنج باودر، معلقه صغيره او حتى نص معلقه صغيره هنطيرها كده من البيكنج باودر في الخليط. هكسر بيضه واحده بس، ممكن تخليهم بيضتين لو عايزه بس هي بيضه كفايه، وكوبايه ونص من الميه الدافيه وشويه بقدونس مفروم كده، كوبايه ونص من الميه الدافيه بس كده خلاص. وصفه ظريفه جدا وسهله قوي. احنا نجيب مثلا ايه البوله دي ونحط الدقيق والنشا والكزبره والكمون والثوم، تمام، والبيكنج باودر، رشة شطة خفيفة خالص يعني هتعمل طعم كده برضو ظريف، كزبرة، ملح وفلفل، ملح فلفل فلفل كده شويه. انا بس الزيت اللي انا حطاه يسخن عشان نحمر فيه القرنبيط سخن قوي، فانا هشيل الزيت كده شويه. ومعانا بقى الميه الدافيه او ميه يعني ميه الحنفيه العاديه مفيش مشكله. وايه وعايزين نعمل بقى الكلام ده كله، نعمل له سمك يشبه كده ايه يعني اخف شويه من سمك الكيك، تمام؟ هنحط بقى كده الميه ونعجن بقى الكلام ده كله كده. نحط ميه كمان اخف شويه من سمك الكيك، ممكن ايه نعمله بالسباتيولا وبعد كده نبقى نضربه بالمضرب السلك عشان نسهل الدنيا على نفسنا شويه. بس كده اهو، شويه كده محتاجه طبعا ميه. بس هنقلب ونشوف ايه الاخبار. عايزه بقى تديها ضربه كده في الخلاط علشان ما يكلكعش معاكي، هتبقى برضو فكره ظريفه كده اهو لو انت حابه يعني. بصوا لسه السمك ايه تقيل. تفضلي كده تزودي في الميه بحرص طبعا علشان ما يخفش منك قوي، تبقي كده مسيطره كده اهو.
نبتدي بقى نضربه بالمضرب السلك عشان ايه الكلاكيع اللي موجوده بتاعه الدقيق. جامد. ما الواحد ايده خلاص بقت بعافيه. صحتي راحت، انا عجزت كده اهو. بس كده الضرب ده هيخلي بس اي تكتلات في الدقيق او النشا تفك. وهو ده يا جماعه السمك الظريف، ممكن سنه صغنونه بس كده. بس كده كده خلاص. ده سمك الايه الخلطه اللي انا هحط فيها القرنبيط. هعمل حاجه كمان، هنحط برضو كوبايه دقيق في بوله تانية بقى. بس قبل ما نحط كوبايه الدقيق دي هنكسر البيضه. البيضه على فكره المفروض نحطها هنا. انتوا لخبطتوني، ما تبطلوا تكلموني بقى يا جماعه لو سمحتوا، خبطتوني بقى. البيضه دي هضربها واحطها على الخليط، خلي بالكم. حطيها كده مخفوقه هتبقى احسن عشان تتاكدي انها اتضربت كويس كده اهو. تمام يا جماعه اهو السائل. وحاطين له نشا هيخليه مقرمش وحلو جدا. انا هبصوا بقى يا جماعه، بصوا لونه عامل ازاي رهيب ومقرمش. سامعين كده الصوت وريحته رهيبه بقى، ريحه القرنبيط الجميل. بس كده اهو هنطفي النار بقى. عايزه بصوا بصوا مقرمش ازاي، سامعين الصوت طبعا صح؟ سخن بس مش عارفه امسكه. تحفه يا جماعه تحفه، انا عايزاكم بجد تجربوها هيعجبكم جدا. بحب القرنبيط. خطير ان شاء الله يا جماعه تجربوه ويعجبكم بالهنا والشفاء.